السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم في فيديو جديد كل مشاهدين قناة اصنعيها بنفسك من كل مكان تعالوا النهاردة نشتغل حاجة جميلة جدا ومميزة وحدات كروشيه ما فيش أسهل منها لكن بتطلع لنا النتيجة عمل كروشيه مميز جدا أنا شايفاها بصراحة أن هي وحدات كروشيه تقدروا تعملوا منها عمل كروشيه بيعمله المحترفين بالظبط وكمان سهلة جدا نقدر نشتغلها بلون واحد بس أو كذا لون مع بعض في نفس القطع أنا هنا معايا اللون ده لون أصفر وكمان تقدروا تشتغلوها بخيط جانجا هتبقى جميلة جدا جدا ومعايا الإبرة بتاعتي رقم أربعة ملم بتستخدموا طبعا الإبرة المناسبة لسمك الخيط ومعايا هنا كمان الماركر بتاعي مهم جدا شغل الوحدات دي زي أهمية الإبرة بالظبط لأن شغلنا هيبقى حلزوني هي الوحدات اسمها وحدات بغرزة حلزونية سهلة جدا جدا وهنشوف ازاي دلوقتي مع بعض تعالوا نبدأ مع بعض ونقول بسم الله ونشوف الدور الأول ابتدي هنا الدور الأول هشتغل خمس سلاسل هكون منهم حلقة في البداية بدخل بالإبرة اشتغل عقدة البداية واشتغل علي طول بعدها خمس سلاسل وأروح علي السلسلة رقم واحد اشد عقدة البداية هتبان السلسلة رقم واحد ادخل فيها علي طول واشتغل غرزة منزلقة وأدي الحلقة اللي هبتدي اشتغل جواها الدور الأول هنا هرتفع ثلاث سلاسل ثلاث سلاسل دول انا مش هعتبرهم عمود انا هبتدي اعد من بعدهم انا عايز اشتغل هنا تسعه اعمده بلفه اشتغل كده العمود الاول والعمود الثاني هو شغلي في الوحده دي كلها اعمده بلفه بس كده اشتغلت ثلاث اعمده بلفه واكملهم تسع اعمده وتعالوا نستخدم الماركر من أول دور، هعلم هنا العمود رقم واحد، بنبعد خالص عن الثلاث سلاسل، ببتدي اعلم العمود رقم واحد، وهكملهم تسع أعمدة بلفة، خلاص كده خلصت تسع أعمدة بلفة وهنا مش هنقفل الدايرة دي لان احنا بنشتغل حلزوني، انا هكمل شغل بنفس الطريقة كده انا معايا هنا العمود الاول خلاص حددته بالماركر هشتغل على العمود الاول عمود امامي بدخل كده من تحت العمود واخلي العمود بارز للامام وياخد الخيط طبعا هنشتغل تزايد فانا هنا هشتغل اثنين عمود امامي بلفة ده العمود الاول وده العمود الثاني وبما اننا شغالين حلزوني هنتلخبط على طول لو ما اول عمود عندنا بالماركر انا دلوقتي اشتغلت خلاص عمودين خلاص انا هاخد الماركر وهعلم هنا بالماركر اول عمود انا اشتغلته ادي العمود الاول هتتلخبطوا جدا لو ما بالماركر تزايد في كل الاعمدة يعني هروح على العمود اللي بعده هنا خلاص اتنين عمود، العمود اللي بعده على طول اخلي العمود بارز للامام واشتغل عمود امامي بلفه، العمود الامامي ده هو الفكرة الأساسية من الوحدة كلها، اهو بالشكل ده واروح علي العمود اللي بعده اتنين عمود امامي بلفه وكمل بنفس الطريقة على التسع أعمدة مش بنقفل الدايرة بتاعتنا هنفضل نكمل شغل الأدوار بتاعتنا بنفس الطريقة كده سريعا هكمل الدور ده لحد ما هوصل للعمود رقم واحد طبعا العدد هيبقى عندي هنا خلاص كده خلصت الدور فاضلي كده اشتغل على اخر عمود لو حاسين انكم هتتلخبطوا عدوا الاعمده احنا كان عندنا تسع اعمده فوق كل عمود بنشتغل اتنين عمود اشتغل العمود الاول وادي العمود الثاني يبقى كده هيبقى المجموع عندنا 18 عمود بلفه امامي والعدد في الوحدات دي مهم جدا جدا وادي العمود الاول او العمود في الدور طبعا انا لسه بكمل التزايد هشتغل على العمود ده وبعد كده هشيل منه الماركر يعني وزي ما تحبوا حابين تشيلوا الماركر الأول على طول أحدد العمود عمود واحد بس هشتغله لأن أنا هنا هتزايد على الغرزة الثانية يعني اشتغلت كده عمود واحد هروح على العمود اللي بعده اللي هو ده وهشتغل عليه اثنين عمود بلفة أمامي ادي العمود الثاني تمام كده كده بدانا خلاص الدور في اول غرزه نشتغل عمود واحد وفي الثانيه اثنين عمود وده التزايد بتاعنا في الدور ده عمود بلفه امامي عمود واحد وعلى الغرزه اللي بعدها او العمود اللي بعده اثنين عمود بلفه امامي وهكمل بنفس الطريقة كده ادي عمود واحد وعلى العمود اللي بعده اتنين عمود لحد ما نوصل لأول عمود عندنا اللي احنا محددينه بالماركر هكمل بنفس الطريقة كده لحد نهاية الدور وخلص كده خلصت الدور فاضل لي بس هنا اخر تزايد اخر عمود عندي هيبقى فيه تزايد يعني هشتغل عليه اتنين عمود بلفة أمامي وفي كل دور هيقفل معانا بنفس الطريقة كده آخر عمود هيبقى هو عمود التزايد ده الشكل من الناحية التانية طبعا هو ده شكل الغرزة الأساسية احنا بنشتغل من الظهر وشكل الغرزة بيبان من الناحية التانية أو بنشتغل من الوش أيا كان هنسميها احنا شغلنا في ناحية والناحية التانية هي بتبقى شكل الغرزة وكل ما بنرتفع في الأدوار الغرزة بيبقى شكلها أجمل بكتير تعالوا نكمل مع بعض الدور اللي بعده الدور رقم ثلاثة برضو لسه مستمرين في التزايد آدي إيه أول عمود عندي محددة بالماركر هشتغل عليه أو ممكن هشيل الماركر وهبتدي أشتغل عليه أشتغل عليه عمود بلفة أمامي وعلى طول أعلم العمود آدي إيه أول عمود عندي في الدور مش متوفر معاكم الماركر علمه بأي حاجة دبوس أي قطعة خيط صغيرة ده كده أول عمود هروح على العمود اللي بعده هشتغل عمود بلفة أمامي واحد لأن هنا التزايد عندنا على العمود الثالث يعني هدخل هنا عند العمود الثالث وهشتغل اتنين عمود بلفة أمامي التزايد بتاعنا سلس جدا جدا وما فيهوش اي لخبطه تزايد بالتدريج ده العمود الاول ودي التاني وهنا تزايد في التالت. وارجع تاني عمود واحد وكمان عمود واحد وهنا اثنين عمود بلفه امامي نفضل نعد واحد اثنين ثلاثه وعند العمود الثالث نشتغل اثنين عمود بلفه امامي اهو بالشكل ده وهو ده التزايد بتاعنا في الدور ده تزايد في العمود الثالث وخلاص خلصت الدور وبرضو برجع لكم عند اخر عمود لانه بيبقى عمود تزايد خلاص ده اخر عمود عندي هشتغل عليه اثنين عمود بلفة امامي زي ما انت شايفين الوحدة لسه واخدة معايا شكل دائري انا هفضلي الدور اللي هشتغله دلوقتي معاكم بس وبعد كده هنخلي الوحدة تاخد شكل مربع اشتغل العمود الاول وعلى طول اعلم العمود وهنا عندنا التزايد هيبقى عند العمود الرابع خلاص انا اشتغلت اول عمود اشتغل العمود التاني. والعمود الثالث فوق كل عمود بشتغل عمود امامي وادي العمود الرابع هشتغل عليه اتنين عمود بلفه امامي في نفس المكان بندخل ونشتغل العمود الثاني في تركه هنا في نهايه الدور آه مش بنفضل نكمل التزايد ده في النهايه علشان نظبط العدد وخلاص كده خلصت الدور وده شكل الغرزه عندنا شايفين شكلها جميل ازاي وهنا وصلت لحد اخر عمود اخر عمود طبعا اللي هو بيبقى عمود تزايد هنا اشتغلت اتنين اهو عندي عمودين وبعد كده بعد واحد اتنين ثلاثة وادي اخر عمود مفروض بشتغل عليه تزايد بس لو حسبنا عدد الغرز لو اشتغلت على العمود ده عمودين عدد الغرز عندي هيبقى خمسة واربعين عمود بلفة امامي وانا محتاجة ان العدد يكون اربعة واربعين فقط فانا هشتغل عمود واحد بس انا بقول لكم اربعه واربعين لان انا محتاجه أقسمهم اربعه للزوايا بتاعت المربع وعشره في كل جانب لجوانب المربع يبقى كده المجموع اربعه واربعين وكده خلاص قفلنا الدور على كده وهبدا من هنا شغل الدور الجديد والاخير ومش محتاجه خلاص احدد بالماركر اشتغل عمود بلفه امامي وثلاث سلاسل بعده اللي هي هتبقى اول زاويه عندي وكمان عمود بلفه امامي فوق نفس العمود فوق نفس العمود نخلي بالنا وده أول عمود أنا بستخدمه من الأربعة وأربعين عمود بتوع الدور الأخير اللي أنا اشتغلته أعد من بعدها نعد كده واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، ستة، العمود رقم سبعة، تمانية، والعمود رقم تسعة، وآخر عمود رقم عشرة، زي ما قلتلكوا لكل جانب هنحتاج عشر آه غرز اشتغلت كده العشرة تعالوا نعدهم سريعا ده بتاع الزاوية نعد كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر كده مظبوط نكمل طبعا كل ما بنشتغل عشر غرز بنشتغل الزاوية على عمود واحد بنشتغل عمود بلفة امامي طبعا وتلات سلاسل وكمان عمود بلفة امامي فوق نفس العمود كده مظبوط هنرجع تاني نعد طبعا من عشر أعمدة بلفة أمامية بنشتغلها زي الجانب ده والنتيجة عندنا هتبقى واحدة شكل مربع هكمل وهرجع لكم وخلاص كده خلصت الدور وصلت للعمود رقم عشرة اشتغل عمود بلفة أمامي وخلاص كده أنا خلصت آخر جانب عندي بنقفل الواحدة ازاي أول عمود هنا اشتغلناه اللي هو كان عمود من أعمدة الزاوية بشتغل منزلقة وكمان منزلقة هنا جوه الفراغ وكده خلاصنا هنا شغل في الوحده وده شكل الوحده شغل مميز كل اللي اشتغلناه اعمده بلفه اماميه لكن الشكل الحلزوني بصراحه شكل مميز وخصوصا كمان مع تجميع عدد من الوحدات تعالوا دلوقتي بقى نشوف طريقه التشبيك وافضل طريقه تشبيك هي طريقه التشبيك عن طريق غرزه الحشو وهي كمان انسب طريقه تشبيك لشكل الوحدات ده خلاص كده هشيل الماركر من الوحدتين طبعا بتشتغلوا كل الوحدات كامله بنفس طريقه العمل كده وبعد كده نشبك كل الوحدات في بعضها كنموذج كده تعالوا نشوف الوحدتين دول هنشبكهم ازاي بدخل كده ببدا من الفراغ يعني طالما انا لسه معايا الخيط هبتدي شغل بيه بنبدأ شغل من عند الزاوية وش الوحدة هو اللي قدامي ودي وش الوحدة التانية بالشكل ده يعني ظهر الوحدتين يبقى مقابل لبعضه ونبدأ على طول من أول زاوية هنا من الفراغ بنشتغل ناخد الخيط معايا لفتين وبنشتغل غرزة حشو يبقى كده بنبدأ من الفراغ بنشتغل غرزة حشو ناخد الفراغين مع بعض وطبعا عندنا عشر أعمدة هنا في كل جانب ولسه هناخد العمود بتاع الزاوية ادي العمود بتاع الزاوية طبعا هنبدأ بيه بندخل تحت الحلقتين يعني مش تحت حلقة واحدة وادي العمود المقابل ليه بتاع الزاوية التانية برضو بندخل تحت الحلقتين وباخد الخيط واشتغل غرزة حشو خلي بالكو انا بعمل كده لان انا عايزة التشبيك بتاعي يبقى بارز وادي العمود اللي بعده تحت الحلقتين بندخل وناخد برضو الحلقتين بتاعة العمود المقابل ونشتغل غرزة حشو وهكذا ندخل تحت الحلقتين كل عمود في العمود المقابل ليه بنفس الترتيب ونشتغل غرزة حشو دي الطريقة اللي هنمشي بيها شايفين هنا التشبيك بيبقى بارز بالشكل ده سريعا هكمل الخطوة دي خلاص خلصت تشبيك الجانبين في بعض شايفين بقي التشبيك بيبقي بارز زي ما الشكل الحلزوني بارز بالظبط نفس الارتفاع بتاعه مفيش فرق وخصوصا كمان لما هنشبك الوحدات كلها مش هيبان ان في وحدات متشبكة مع بعض اصلا علشان شكل التشبيك بالطريقة دي وصلت هنا للزاوية ادي اخر عمود مقابل ليه آخر عمود ماشيين مظبوط بالعدد كل عمود في العمود المقابل ليه بدخل كده تحت الحلقتين وادي العمود المقابل ليه وبشتغل غرزة حشو وما ننساش برضو في الزاوية ندخل في الزاويتين مع بعض اللي هما الفراغ ونشتغل غرزة حشو زي ما بدأنا الجانب وده بيبقى شكل التشبيك شبكنا عن طريق غرزة الحشو بتدينا شكل بارز كده زي ما انتم شايفين مفيش فرق بينه وبين الشكل الحلزوني بتاع الوحدة وطبعا بعد ما بنشبك واخدين شغلنا وحدتين في وحدتين هي يعني وحدات الي حد ما بتاخد خيط مش هقولكم ان هي بتاخد خيط كتير ولا حاجه ده الخط بتاع التشبيك الخط البارز بتاع غرزة الحشو ومكملين بنفس الطريقة دي قدامنا الوحدتين خلاص شبكناهم بناخد معاهم كمان وحدتين وحدتين وهكذا لحد ما بنخلص تشبيك الصفين في بعض وبنتنقل طبعا قبل ما بنتنقل الوحدتين اللي بعدهم بنشتغل سلسلة واحدة بس سلسلة واحدة ونتنقل على طول للزاوية اللي بعدها أو الزاويتين اللي بنشبكهم في بعض وبنكمل التشبيك بنفس الطريقة كده يعني علشان بس الوحدات ما تبقاش مشدوده السلسله بتريح الوحدات شويه يا رب تكون الوحدات عجبتكم تقدروا تعملوا منها مشروع كروشيه مميز جدا وكده خلصنا الفيديو بتاعنا ولحد ما نتقابل في فيديو جديد هسيبكم في رعايه الله